السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان أميرة والعصفورة. سنتعلم في درسنا اليوم العطف على الحيوانات، التعبير عن النفس، تكوين جمل، دور الأمة في حياتنا، حب الآخرين. مع نور الصباح تأتي عصفورة جميلة تغني عند شرفة أميرة، وأميرة الجميلة تصحو على زقزقة العصفورة وتضع لها الحب، تأكل العصفورة وتطعم صغارها. وفي يوم من الأيام نسيت أميرة أن تضع الحب للعصفورة، حزنت العصفورة ولم تحضر في الصباح. لاحظت أميرة غياب العصفورة وسألت أمها عن السبب، فقالت الأم: هل تضعين لها الحب كل يوم؟ فقالت أميرة: تذكرت يا أمي، فأنا لم أضع لها الحب بالأمس. ومنذ ذلك اليوم وأميرة لا تنسى عصفورتها، ولم تتوقف العصفورة عن الغناء. معاني المفردات: معنى شرفة نافذة، ومعنى الزقزقة صوت العصافير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا ليكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة، ونفهم نتعلم ببساطة.